السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على القضية تاع إقامة الذي إقامة عليها اللي قائم عليها. قالوا كاع الناس تستفسر، وكاع الناس الفلسفة تاعها وكلش، وين نعتقد أن هناك مؤامرة تخطط، وين تخططها الفاف، حيث قرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي بعرض قضية وقف أو مواصلة البطولة على الجمعية العامة الاستثنائية، قد يخفى وراءها أمر آخر وخطير، حيث أولا هذه القضية ليست من اختصاص هذه الجمعية العامة الاستثنائية. وراه كشفها زرواطي، وزاد رانا على بالنا، ماشي غير اليوم رانا نهضروا فيها. مدور كما يقول لك الحبل، كما يقول لك الحبل السري اللي كان بين مدور وزاتشي تقطع، ما كان تا اتصالات بيناتهم، ما كان والو بيناتهم، كلش راح لهم، هو غير زوج، كل واحد يضرب على روحه. مدور راه ان شاء الله بربي، راه كيما يقول لك راه باع كلش، راه عند الوزير تخطيط بشكل تا مكاش تا راكم عارفين كلش. بالقيطارة تاع عمارنا الجلالي، عمارنا الله يرحمه، تاع دارو لهم تاع ريبيل الواد، جيبي نعناع جديد، هذه هي تاع ريبيل الواد، جيبي نعناع جديد، راهم داروها لهم الغنية هذيك تاع يا زينة يا خير الدين، ريب للواد وجيب نعناع جديد. اودي والله العظيم كيما علاه قلت لك، علاه كنت نقول لكم باللي يا ودي كيما دوروا الناس على بالهم، والحفره اللي ديروها طيحوا فيها. نتوما تحسبوا باللي رانا نحضروا من رسالنا، حنا ندمروها لكم كيما هكا، مي نقول لهم باللي يا ودي الحفره اللي ديروها طيحوا فيها، خاطر كل شيء على بالهم من الفوق. هذه دوله انت مهبول، انشقاقات كاين لداخل في الفيدراسيون، الهولة صار يدخل بيناتهم، خاطش كل واحد خايف على روحو. انت بي تواجه جبل ولا ها غادي تواجه جبل؟ لا راك تواجه في جبل، شا غادي دير؟ راك تواجه في جبل، تا المخشان راخر داك خشين من راس هذاك بهلول باغي المشروع تاعو، زاتشي باغي الكوب دالجيري، هايا روح انت يا بابي بلا شامبيون لا والو. هلا انتم السيار بي اي مقطوعه من الجدراول، او شباب الوزداد كاع ما عندوش عروق، او كل فريق عنده عروقه، او كل فريق عنده مناصر تاعو خافي، كل فريق عنده، كل فريق وخرج كلي انديه كلي خرجت شهداء، كلي خرجت مجاهدين، كلي خرجت لي بروكيلير، كلي خرجت رئيس دوله، كلي انديه هذه هم ما كون تيب واحد اطار في بلاصه كبيره يضرب على السيار بي يقول لهم لا ماشي زعقة. وين نعاودوا له، هناك مؤامرة تخططها الفاف، حيث القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي بعرض قضية وقف أو مواصلة البطولة على الجمعية العامة الاستثنائية، قد يخفي وراءه أمر خطير أكبر من اللي نشوفه فيه، حيث أولا هذه القضية ليست من اختصاص هذه الجمعية العامة الاستثنائية، ثانيا اختصاصات هذه الجمعية هي كل ما يمس بتغيير مواد القانون الأساسي للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وعليها قد تكون الفكرة الأساسية من وراء هذه المناورة هو تقديم مقترح تغيير القانون انتخابات المتعلقة برئاسة الفيدرالية، وذلك بالتواطؤ مع بعض الأعضاء الجمعية العامة، وبعد ذلك يقدمونه لمختلف الهيئات الكروية المحلية والدولية للتطبيق، ويكون بذلك وإن خلفوا أوامر الوزير بعدم تغيير قانون انتخابات الرئاسية الجديدة للفيدرالية.
وبدل ذلك يضعون وزير الرياضة أمام الأمر الواقع، ويصبح الأمر مستحيل عليه أن يتدخل، وإلا فيعتبر ذلك تدخل الدولة في عمل الفيدرالية، وهذا الأمر يعرض الكرة الجزائرية لإقصاء، حيث وحتى وأن استلزم الأمر عرضه على الجمعية العامة بدل من المكتب الفيدرالي للبيت في قضية مواصلة البطولة من عدمها، فقد كان بالمكان عرضه على الجمعية العامة العادية وليس الاستثنائية. يعني هما دروك الوزير شا قال لهم؟ قال لهم يا ودي كاين مراوغات وكاين مخالفة القوانين، هذو يحوسوا كلش، يحوس زتشي باش يدير قوانين اللي راه دارهم ورفضهم الوزير، قوانين اللي دارهم ورفضهم الوزير، هو راه يحوس يديرهم، هو راه يحوس يديرهم باش يكون على بالكم جماعة، راه يحوس الكل في الكل باش يديرهم، هذي باش يكون على بالكم، راه يحوس كيفاش يفوت قوانين. شوف كوب دالجيري مشروع تاع بهلول والمشروع تاع زاتشي، كل واحد تما متهمين فوتوا ذيب، وغدوا ان شاء الله الوزير ما ينجمش يتدخل، والفيفا يكون على بالها اش كاين، يدخل الوزير نتعاقبوا تما، والو زاتشي يا يقعد يا هو يدير اللي راه باغيه، وما يحوسوا باش يقعدوا، خاطش عليه راهم قاعدين على قصعة تاع الطواليت، على قصعة تاع الطواليت كو يوخر الزبل يطلع قاع تما، راهم بوشينا من كل جهة وطريق. وحنايا عندنا رسالة، ندير رسالة تاعنا نتكلمو عليها، وين يمكن للوزير أن يكشف عدم شرعية زتشي، وكل الوثائق التي تثبت ذلك موجودة، إضافة إلى شهادة زرواطي، فالوزير يمكنه أن يستغل هذه القضية للضغط على زتشي الغير شرعي، إذ أراد هذا الأخير اللجوء إلى الفيفا، حيث يمكن للوزير أن يخير بين الاستقالة أو السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور، كما يمكنه أي وزير إيداع شكوى أمام العدالة على أساس هذه التهمة التي سوف ترسل زتشي ومن شارك في هذه التهمة مباشرة إلى السجن الحراش. هذه لازم يكون على بالكم بها جماعة، خدش عليه. أنا راني نقول فيها ونعود، إحنا راني نقوله فيها ونعود، ونقولها لكم زتشي، ما عييت نقولها لك هاكا نقيسها لك الدور، الحية اللي راك دير بيها، الحية اللي راك دير، راه على بالهم بكلش، غير نتوما ما بغيتوش تقصوا وذنيكم، مخليو وذنيكم طوال، قصوا وذنيكم تولوا تتهموا مليح، أنا نقولها لك، قصوا وذنيكم تولوا تتهموا مليح، مادامكم ما قصيتوش ناسين وذنيكم، مادامكم طايحين على رسالكم، هذي اللي نقولها لخويا. خاطر على ما بغيتوش تتهموا، نبدا نقول لكم يا ودي الحفره لكم ديروا فيهاكم طيحوا فيها. قول ديبي تاع 2019 شنو قلت لك؟ قلت لكم موجدين لكم ساكه كبيره، ساك بوبيل، قلت لكم راه موجدين لكم ساك بوبيل دايرين لكم، راكم جايين تمشوا منا تاك 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 طيحوا في الساك بوبيل، راه مخليينك ديجا الدليل. اليوم دار تصريحات مدور، شا قال لهم؟ قال لهم زرواطي عنده الحق، زروك انت يا زاتشي في طول لا تروح للسهلة، عدم استئناف تبع رؤساء النوادي تجد ضدهم، بصح لا تجد ضدهم، عندك كيما يقول لك عندك تخطيط، وذاك التخطيط الناس قار على بالهم به، الناس قاع على بالهم بذاك التخطيط، دراري صغار في الزنق يقول لك اودي زاتشي راه يخطط لروحو، راه يدير في كاش حاجه لروحو باش هو يقعد فيها، ولا باش يبيع كوب دالجيري، ولا باش انت الناس دراري صغار. انا ولدي راه على بالو شكاين، ولدي عنده 14 عام على بالو شكاين،
تسقسي يقول لك زرتي عائشة يديرها بهلولة من منها نورمال. انتوما تعطي حاجة اقعدوا تبعوا تعطي حاجة.